الحديث المختصر في رواية عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: يا عبد العظيم، أبلغ عني أولياء السلام. رسالة يحملها الإمام إلى أحد أصحابه وهو عبد العظيم لينقلها إلى شيعته، أوليائي يعني شيعتي، وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. وهذا تعبير دقيق، القرآن يتكلم عن كيد الشيطان ويصفه بأنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الإنسان هو الذي يسلط الشيطان على نفسه. ولهذا لابد الإنسان يتعرف على مصائد الشيطان. الشيطان له مصائد، القرآن يذكر بعضها، الروايات مثلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر كمثال. مثلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. اللسان سبب فتن ومشاكل. فهناك أمور نحن إذا لم ندقق فيها سنقع في فخ الشيطان، في مصيدة الشيطان. فالإمام يقول: لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، تجنبوا فخاخة، ابتعدوا عن مصائده. ثم قال: ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة. احنا شوية الكذب مو عاطينا حجمه، الكذب في الروايات مشدد فيه، ترفض الكذب حتى هزلا، وتربط الإيمان بترك الكذب. لا يذوق المرء طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده الاثنين. والفقهاء يقولون: إذا قصد الحكاية مازحا كذب ولا يجوز. فهذا الإمام يقول: ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة. ثم قال: ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم. وهل يكب الناس على مناخرهم في حنر جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ شلون الإمام يأمر بالسكوت؟ ليس السكوت المطلق، فكما أن الله يعصى باللسان، الله يطاع باللسان، لكن الإمام يعرف أن أكثر كلامنا لغو أو معصية. طاعتنا باللسان لا تساوي حركة اللسان في غير الطاعة. مجالس يأخذنا الحديث وكنا نخوض مع الخائضين، اغتاب بدأنا ثنيت، هذا ضحك أنا جبت نكتة على غائب الضحك أكثر، ونقع في المعصية. فالإمام يقول: إيش اللي ما يعنيكم، جدال أو كلام اتركوا. ثم قال الآن جاء التوصية: وإقبال بعضهم على بعض. صاير الزمن لما تحول الإنسان إلى كماليات الدنيا صار مشغول عن غيره، حتى والديه يسألان عنه، يقول: مشغول أبوي أنا، مو فاضي أنا مشغول. أمه تقول: والله متقطع قلبي عليك، مشغول يمه أنا مو فاضي. صاير ما في التقاء، بينما الإمام يقول: وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة في ذلك، فإن ذلك قربة إلي. اللي يريد يتقرب للإمام الرضا يقبل على أخيه المؤمن ويتزاور معه. ثم قال: ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. أنا أشتغل ضدك وأنت تشتغل ضدي في كل شيء. الإمام يقول لي: لا تشتغل بتمزيق أخاك، هذا نفسك، هذا أخوك، لحمتك، إذا مزقت أضعفت نفسك. الشاعر يقول: قومي قتلوا أميم أخي، فإذا رميت أصابني سهمي.
أخوي قتلوه، لكن قومي لو أنتقم بقتل واحد من قومي، أنا الخسران، على كل حال أنا خسران. فالإيمان يقول أنتم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأي أخ يعتدي على أخيه هو يضعف نفسه. فالإمام عبر ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت، يعني أقسمت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي، مؤمن شيعي، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. دعوة إمام الله ما يردها، فاللي يريد عذاب ونكال في الدنيا فليتعدى على مؤمن، هذا المؤمن الله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الإمام يدعو على من يتعرض لمؤمن، فمن يترصد لمؤمن ويسعى لتمزيقه هو محل دعوة الإمام، دعاء الإمام عليه يصيبه نكال في الدنيا وعذاب في الآخرة ويكون في الآخرة من الخاسرين. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.